لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: فصل في ذكر بعض ما ورد عن السلفي من ذم للرأي المخالف للكتاب والسنة. هذه المسألة مشهورة في كتب الفقه والأصول والسنن، يتكلمون عن القياس، وهذا العنوان في ذم الرأي المخالف للكتاب والسنة. أما الرأي المستنبط بالقياس على ما ورد في الكتاب والسنة قياسا صحيحا فليس الذي وقع عليه الذم. كثير من الظاهرية يحتجون بهذه النقول على إبطال القياس كله، وقد ذكرنا من قبل أن القياس أصل من أصول الدين في الاستدلال، وذلك أنه الميزان الذي أنزله الله كما أنزل الكتاب. لا يمكن أن يكون الله قد أنزل الكتاب، أنزل الميزان الذي توزن به المحسوسات فقط دون أن توزن به الأقوال والأعمال، بل هذا أولى. ولذا ما ورد في الكتاب والسنة يقاس عليه قياسا صحيحا إذا ظهرت العلة التي يبنى عليها الحكم بطرق المعرفة لها من خلال طريقة الصحابة رضي الله عنهم في القياس. أما ما صادم النصوص من الآراء والقياسات فهي قياسات فاسدة الاعتبار، لا بد من ردها. قال ابن القيم: قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا أن حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. شوف هنا يقول عارضوا السنن برأيهم، يبقى لما يكون في سنة واحد يقول لي ده القياس ده العالم الفلاني بيقول كذا ما يصلحش. خرج ابن المبارك عنه أنه قال: والذي نفس عمر بيده لئن خلفتم عن سنتهم، أي الصحابة، ليخالفن الله بكم عن طريقهم. وعن الحسن أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن عروة أنه كان يقول: السنن السنن، إن السنن قوام الدين. وعن مسروق قال: من رغب برأيه عن أمر الله يضل. إيه العلاقة بين هذا وبين الذي قبله في قضية البدعة؟ إن معظم هذه البدع بسبب الرأي، إن كل واحد رأى رأيا يصبح الدين عنده. قال ابن القيم وقال عمر: السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال ابن مسعود: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أهو من أهو في حسناته يلد ذلك أم في سيئاته. لأن لو كان يعني هذا الأمر الأول الإنسان يبحث عن السنن قبل أن يتكلم. سبحان الله، أتى زمان الناس فيه لا يعرفون إلا آراء المتأخرين ومختصراتهم التي لا نصوص فيها على الإطلاق، لا كتاب ولا سنة. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقال معاوية: إنه قد بلغني أن ناسا يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. وقال أيضا ابن القيم: الرأي المذموم هو ما خالف الكتاب والسنة فلا يحل العمل به. ولا الفتيا ولا القضاء، وأما الرأي المحمود الذي لا يذم فهو على أقسام: رأي أفقه الأمة وأبرها، رأي أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها فهما وأقلهم تكلفا أي الصحابة، فقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا رأيا لا يخالف الكتاب والسنة فالواجب اتباعهم. قلت: وذلك إذا لم يختلفوا. إذا لم يختلفوا لم يكن رأي بعضهم حجة على إيه؟ على بعض. الإجماع ده هيبقى إيه؟ إجماع على قياس. على سبيل المثال وجوب الزكاة في عروض التجارة ليس فيه نص، ولكن فهم الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف مذكور بينهم من أن ما يعد للبيع فيجب إخراج الزكاة لأنه مال، داخل في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا القول لا بد من العمل به. ومن ينازع في وجوب الزكاة في عروض التجارة مخالف لعامة الصحابة رضي الله عنهم بما يشبه الإجماع. الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة ويقررها ويوضحها ويسهل طريق الاستنباط منها. قال ابن المبارك: اعتمد الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. الثالث: ما تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم بالقبول. ولهذا كان من صواب الرأي أن يكون شورى بين أهله لا ينفرد به أحد منهم، وقد مدح الله المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. يعني لو جه رأي بعد ذلك متأخر عن الصحابة لكن اتفقت عليه الأمة، لو قلنا مثلا إجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا ورد به حديث ضعيف لا يثبت، ومع ذلك فالعلماء متفقون على ذلك لأن هذا في معنى الربا المنصوص عليه، ربا النسيئة، وإن لم يكن بنفس الطريقة التي كان أهل الجاهلية يستعملونها في القرض الذي يزاد عند الإنظار، أنظرني أزدك. يقوم يقولوا: لا، ده إذا أقرضه شيئا ثم استفاد منه فائدة فهو مثله، هذا الأمر لا يختلفون فيه.
اتفقت العلماء عليه. قال الشيخ: ثم أعلم أن البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به، ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. طب البعض هنا هنقول ازاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح؟ من تأمل هذا علم أن صلاة التراويح لم تدخل في التعريف، شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجوز الصحابة فسموها بدعة لأنها لم تكن بهذه الهيئة، أعني الاجتماع يوميا على إمام واحد في رمضان. قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة ومرة ثانية ولم يخرج الثالثة خشية أن تفرض عليهم، وبين لهم أن المانع من خروجه هو خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء فكان بعد ذلك الناس يصلون كل واحد من فردا في رمضان، أو يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والجماعة، وتتعدد الجماعات في المسجد. وظل ذلك في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد مثل تلك الليالي التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تسمى بدعة؟ لما رأهم مجتمعين مع أبي قال حسنت البدعة أو نعمت البدعة. مع كيف نجمع ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ نقول البدعة في اللغة الأمر فيها واسع طالما ثبت دليلها من الكتاب والسنة، حتى ولو كانت بدعة في اللغة كما قال عمر عن التراويح. لذلك ونقول أيضا أن البدع في غير الدين، في غير الدين كالسيارات والطائرات والأجهزة الحديثة، هي محدثة لكنها ليست في الدين، فلا تدخل في كل بدعة ضلالة. أقصد به الشيخ في أنها ليس فيها هدى الرد على من زعم أن البدع تجري فيها الأحكام الخمسة: بدعة واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة. حتى عد من البدع الواجبة تعلم علم الكلام، لأنه يتسنى به الرد على أهل الكفر والزندقة، وهذا كلام باطل، إذ كيف يكون هذا الجهل المسمى بعلم الكلام من العلوم الواجب تعلمها؟ اللي هو علم المنطق اليوناني اللي اتبنى عليه مقدمات ونتائج بنفس الطريقة الرياضية في أمور غيبية متعلقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأمور الآخرة. لذلك علم الكلام علم باطل ليس بنافع، وأقبح منه الفلسفة، بل الرد على أهل الباطل بالكتاب والسنة وما فيهما من الأدلة النقلية والعقلية كاف لذلك. يعني هنقول لواحد مش مقتنع بالنصوص قال الله وقال الرسول: يا سيدي هذا الأمر مبني على أن الكتاب والسنة تضمن الحجج العقلية الصريحة اليقينية التي تفيد اليقين، بعضها منقول وبعضها مباشر بالوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نظر في احتجاج إبراهيم على قومه في قوله هذا ربي، فلما قال النجم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلا يصلح إله يحب ويعبد وهو يغيب.
هذا من الحجج اليقينية، لا يصلح من يغيب أن يكون إلها، يظهر وقتا ويغيب وقتا، ثم لا يكون إلها لا يهدي إلى سواء السبيل. قال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. نلاقي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يشير إلى نفس المعنى الذي ذكر في القرآن عن العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لابد أن يكون الإله يتكلم، يكلمهم، يخبرهم بما يأمرهم وينهاهم، بما يهديهم إلى الصراط المستقيم، لا يهديهم سبيلا. يعني لما الناس تتكلم كده مثلا عن الإيه، عن الأصنام، بتكلمك بتهديك، النجوم، الشمس، القمر، بيكلمك ويهديك سبيلا. أرسل إليك رسولا أخبرك بما تهتدي به إلى فهم معاني الحياة والموت والعدل والصدق والأوامر والنواهي. لا، إذا كان لا يكلمك ولا يهديك سبيلا كيف يكون إلها؟ وهكذا لما أفلت الشمس قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يرشدهم إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض بأدلة يقينية، أدلة عقلية. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. دي أدلة عقلية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أدلة عقلية. إزاي يستوي؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أدلة عقلية. أفرأيتم ما قال تعالى، أرأيتم قال عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الحاجات دي بتحصل قدام الناس كل يوم بس معظمهم ما بيفكرش فيها. فانت تبص تلاقي الجنين ازاي بيتكون جوه بطن امه ومين بيعمله؟ انت اللي بتعمله؟ الام بتعمله؟ لابد له من خالق. والحياة دي طالما انها وهبت ثم تنزع، فمن بدأها يعيدها، فده يكون دليلا على البعث بعد الموت. دي أدلة عقلية. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هم اللي بيخلي النباتات تحول المادة، التراب والمية، مادة ميتة إلى مادة حية. النبات ده بيعملها إزاي؟ من الذي يفعلها في النبات؟ الله عز وجل. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء جعلناه حطاما. أنت يقول لك المانجا باظت السنة دي، الشعير باظ السنة دي، القمح ما طلعش، البنجر باظ في الارض، من الذي يجعله حطاما؟ مش بايدك، تبص تلاقيته باظ، مش بيدك ان تجعله ما يزال سليما، لا عفن، لا نشف، لا جف، لا اتحرق، الحر حرقه، مش بايدنا ان نخلي الماده دي كما هي. ولذلك دي حجج ايه دي؟ عقليه. هنا كل الأمثلة المذكورة في القرآن حجج عقلية، يبقى دي أدلة شرعية عقلية. لو حد بقى قال يقصد بالبدع المشروعة اللي هي البدع اللغوية اللي دل الشرع عليها، هيبقى اختلاف في الاصطلاح فقط، يعني مش هيبقى ما دخلتش بقى قضية ان البدع اللي بيستحدثها الناس زي علم الكلام والفلسفة، نقول ان الكلام ده ايه من البدع الواجبة او المستحبة. يبقى الاصل عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة طالما انها في الدين. هما اتكلموا على جمع المصاحف، جمع المصحف، ثم كتابة المصحف على طريقة واحدة ونشر المصاحف
التي كتبت على طريقة التي نشرها عثمان على المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه حتى لا يختلف الناس في القرآن. هذه لم تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا توقف فيها أبو بكر أول ما أشار بذلك عليه عمر، خشية أنه لم يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأملوا أنه إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي ولوجود مانع، عدم وجود المقتضي إن الحفظ تام والصحابة أول ما ينزل يحفظون، بخلاف ما إذا استحر القتل في قراء في حفاظ القرآن فخشي عليه من الضياع. فوجد مقتض لم يكن موجودا، ثم كان هناك مانع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن القرآن كان ينزل كل حين، فكان يكتب في الواح وعظام طاهرة ونحو ذلك وصحف ويزاد عليها، فإذا جمعت في مصحف واحد احتاج كل نزول إلى إيه؟ تغيير. فلما تم الوحي كان الجمع حسنا موافقا لمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة أولا، فهذا الذي أدى إلى هذا الأمر. ولما وجد مقتض جديد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما اختلف الناس في القراءة لاختلاف مصاحفهم جمعهم على مصحف واحد وأمر الناس أن يحرقوا مصاحفهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود، وانقرض الخلاف بموت ابن مسعود رضي الله عنه. فأما ما يعني هذه في الحقيقة ليست بدعا، بل هي تحقق مقاصد الشريعة، فلذلك نقول هذه لو سميت بدعا لم تدخل في البدع الشرعية. سنة الخلفاء الراشدين دليل مستقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، فما أجمعوا عليه كان لازما. يمكن أن يقال أن المصحف كتابته سنة الخلفاء الراشدين لأنهم أجمعوا على ذلك، وصلاة التراويح كذلك، بس هي مش هيبقى كلهم. ليه؟ عشان ما كانتش موجودة في عهد أبي بكر، لكن فضلت موجودة في عهد عمر وعثمان وعلي. يعني مجلوش من مصالح المسلفة. لا شك أن هذه تدخل فيها المصالح، ولذلك طريقة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اعتبار المعاني المقصودة، وإن لم يوجد القياس الصحيح المباشر. فهذا النوع من المصالح المرسلة لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة. وأما قوله البدع كلها أوزار ليس فيها أجر، لا يستلزم ذلك تبديع الشخص بعينه، فهناك في مسائل البدع نفسها اجتهاد، هناك مسائل اختلفوا فيها، فإذا اجتهد أحد أهل العلم فيها فرأى أنها ليست بدعة، واجتهد آخر فرأى أنها بدعة، فهذا لا يلزم أن يقال فلان مبتدع، وإنما هذا كلام أهل الغلو، لأن عندهم أن ما رأوه هو بدعة كان بدعة عند الجميع يلزم منه تبديع كل من قال. يعني على سبيل المثال مسألة التبرك بآثار الصالحين، نحن نرجح أنها بدعة، لكننا لا نقول عن عالم قال بها، لأنه يقيس ذلك على فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأصل عدم الخصوصية، ونحن نمنع من ذلك لأن الصحابة تركوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا رأوا هذا القياس لفعلوه، وهو قياس مع الفارق.
لأن غير الأنبياء ليسوا كالأنبياء في هذه الآثار. فلذلك نقول هذا على الراجح بدعة. هنلاقي السلفيين المعاصرين الشيخ ابن باز والعثيمين رأوا أن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، واحتجوا بعموم أدلة. كان يضع يده على صدره على اليمنى اليسرى على الصدر في الصلاة، في الصلاة كان إذا قام في الصلاة. والشيخ الألباني يقول ده بدعة. مثل هذا فيه اجتهاد، لا يحرم من اجتهد من أجر أو أجرين، إن اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وكذلك مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره، أو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات غيره. فالبعض حسن حديث عثمان بن حنيف، وحسن الزيادة الواردة بتوسله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بتعليمه التوسل لصاحب الحاجة التي عند عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يرى أن التوسل بذات الرسول هو المشروع، مع أن من تأمل القصة علم أن الصحيح أن التوسل كان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث عن عثمان بن حنيف أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. قال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في، شفعه فيه وشفعني فيه، وفي رواية شفعني في نفسي. ففعل فرد الله عليه وصلى. هنا حديث فيه ادعو الله أن يعافيني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك. يعني إيه بنبيك؟ بدعاء نبيك. لو كانت ذاته كان إيه؟ كانت ذاته في القبر. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. يعني إذا جاب واحد حي من أهل البيت صالح عشان يدعي، هذا دليل على استحباب ذلك، هو ده المشروع. طيب بعض العلماء شاف من الحديث ده عشان لفظ أتوجه إليك بنبيك إن هو توسل بإيه؟ بذات الرسول. لكن الصحيح عند التأمل إن قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك، قال له لا ادعي لي، يبقى إذن هو بيتوسل بإيه؟ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الزيادة بقى؟ أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه، فقال له عثمان ابن حنيف: إيتي الميضاء فتوضأ، ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي أو فيقضي لي حاجتي. ثم قال: واذهب إلى عثمان في وقت كذا وسأذهب معك. فذهب فقضى له عثمان حاجته. القصة دي بيضعفها الشيخ الإسلام ابن تيمية ويضعفها الشيخ الألباني عشان راوي يروي المناكير، وبعضهم يقول لا الراوي ده مش هو ده، فبيصححوها. المسألة فيها اختلاف، فيها اجتهاد، احنا بنرجح ضعف الزيادة، ولو صحت هيبقى ده اجتهاد من عثمان بن حنيف خالفه عمر وكل الصحابة الذين مع عمر حين قالوا إن كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، ولم يقل له واحد منهم: ولما لا نتوسل بنبينا محمد نبي الرحمة؟ ده دليل على إنه هم لا يرون مشروعية ذلك، لأنهم محتاجين لأن يسقوا
ومع ذلك تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لأنه لم يكن مشروعا في الحقيقة، وتوسلوا بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة قط أن يتوسلوا بإبراهيم أو بموسى أو بعيسى، وأجسادهم في قبورهم، فما المانع أن لو كان مشروعا، فلما لم ما المانع أن يتوسل بهم لو كان مشروعا، تكونهم ما عملوش ورسول ما علمهمش، يبقى ده مش مشروع. فهذا لو صح عن عثمان بن حنيف لكان رأيا له، وخلفه فيه من هو أعلم منه أكثر، وبالتالي فالتوسل بالحق والجاه. الموضوع ده في الحقيقة بدعة. طب لو واحد قال أنا بقول بيه، هنقول له أخطأت، ولكن لا يلزم أن يكون هو شخصه إيه؟ مبتدعا. لأن هنا بنفرق بينه بين النوع والإيه؟ والعين، لأن المسألة طالما فيها اجتهاد بس ستكون كذلك. حتى لو مسألة يعني القول فيها قول باطل وبدعة، لكن الشخص نفسه كان خفيت عليه، يبقى ما يلزمش من كل شخص ان احنا نحكم عليه، نحكم انه قال بدعة، ان هو نفسه يكون ايه؟ مبتدع. يعني بنقول لكم ان القول بفناء النار بدعة ضلالة، يبقى انت بتقول ابن القيم مبتدع ضال، لا ما يلزمش. هي المسألة دي خلاف سائغ، بقول لك لا، خلاف مش سائغ، بس هو ظنه خلافا سائغا، حسابه عند ربنا. احنا لينا ان الرصيد الهائل بتاعه نخلينا نقول ده ايه؟ زلة في هذه المسألة. احذر زيغة الايه؟ الحكيم، ولا يصدنك ذلك عنه. حمل احد على نار الموحدين، تقول ايه؟ حد حمل قول على نار الموحدين التي تقنع. هل ينفع ان احنا نحمل الكلام بتاع ابن القيم على نار الموحدين؟ هو قال لا، هو بيحملها على النار، النار ماشي كده. وبعدين ما هي نار الموحدين مش هتفنى، دي هتبقى فاضية. الاثار اللي جابها جاب انها ايه؟ ليس فيها احد، مش كده؟ يبقى ما تنفعش الا انها موجودة بس فاضية، يبقى ما ينفعش تبقى على الذين هم خالدين فيها ابدا، صح كده؟ على النار اللي هي ممكن يخرجوا منها، اللي هي عصاه الموحدين. والنووي ابن حجر في مسائل، بعض مسائل الصفات، احنا عندنا طائفه ما بتفرقش، طائفه اسمهم الحدادين، يكفروا النووي وابن حجر وابو حنيفه. ولا شك ان امام ابي حنيفه رحمه الله متلقى بالقبول عند الامه. صحيح ان هو مدرسه الراي، لكن في النهايه تأصيله تقديم السنة على الرأي، ولكن ما كانش عنده أحاديث صحيحة كتير فلجأ إلى الرأي، فوقع في بعض المسائل خلاف الإيه؟ خلاف السنة. اللي عرف الحديث ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش ياخد بقول أبي حنيفة في خلاف الإيه؟ السنة الصحيحة. طب من المسائل التانية برضه، واحد يقول لك عمرة التانيين بدعة، وما فيش أكثر من سفرية واحدة في العمرة، كل المشايخ اللي هناك أقول لهم، نقول لهم هذا القول هو البدعة في الحقيقة. جمهور العلماء يقولون إيه؟ بأنه لا مانع أن تعتمر من التنعيم، ولا أو من أدنى الحل، من أي حل. طب المسألة دي هنقول بقى المشايخ دول مبتدعين، هنقول القول ده محدث، وهم لو قالوا على اللي بيعمل عمرة بدعة، هنقول برضو ما تعينوش الشخص. لو حد جه يعين الاشخاص ويقول دول مبتدعين، ده فلان الفلاني مبتدع، عشان مساله فيها اجتهاد اخطا خطا بينا. لازم نفرق هنا بين ان ما يلزمش في ان البدع كلها في درجه واحده في معنى الخلاف، خصوصا البدع الاضافيه، فان كثيرا منها وليس كلها من مسائل الاجتهاد. ليس كلها ليه؟ لأن واحد زي الشيخ حسن البنا بيقول أن البدع إضافية من مسائل الاجتهاد، كأنه جعل الأصل ده كله كده. يعني بعد كده هتقول يا لطيف 345 ولا 586 وأنا ما أعرفش الكلام ده، تقول دي بدعة إضافية، يبقى إيه؟ يبقى اجتهاد. لا، إحنا عندنا بدع فعلا فيها قولين للعلماء، لكن أنت عندك دي حد قال بيها من أهل العلم
المجتهدين. انت عندك حد من اهل العلم قال بهذه التجربة في ان انت تقعد تخترع بذلك من الإمام؟ انا بشترط الائمة المجتهدين. ليه؟ لانه هيعرف يجيب لي من المتأخرين المقلدين اللي بدأوا يخترعوا في الدين عشان قفلوا باب الأدلة على الناس، قفلوا الأبواب اللي احنا اتكلمنا فيها كلها الأولانية دي بتاعت النصوص. ممنوع تبص في النصوص، نصوص بس كده تبقى بركة. نقرأ القرآن عشان نعرف التجويد، بس اوعى تتكلم بالقرآن تجيب أدلة منه ولا بالسنة. السنة نقرأها كده ناخد إجازة في 3 أيام ومحدش له دعوة بإيه؟ بالاستنباط منها. ده الكلام ده خطر كبير جدا. عشان كده بقول الأئمة المجتهدين هل عندهم ذلك؟ لا يصلح. بنقول فرق بين المسألة اللي هي فيها اجتهاد أو بدعة متفق على بدعيتها. وبعد ما نقول كده نقول في فرق بين النوع والعين في التبديع حسب قيام الحجة على الشخص ووجود من يرشده وإعراضه عن أهل العلم وأهل السنة. فهذا الكلام لابد أن يراعى في هذه المسائل. أما ما اتفق عليه أهل السنة خصوصا في بدع العقائد زي ما قلنا لها 4 أصول، مش كده؟ أصول أهل البدع بيرجع إلى 4 مسائل. الصفات، ففي ناس هتلاقيها مشبهة، في ناس هتلاقيها معطلة. المعطلة دول منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتريدية، بس دول درجات متفاوتة. هنلاقي في مسائل القدر على الطرفين جبرية وقدرية نفاة، وفي مسائل الإيمان بين خوارج ومعتزلة في جانب وبين مرجئة في جانب آخر. يبقى مسألة الصحابة في نواصب انقرضوا كانوا بيسبوا آل البيت، وبين روافض وشيعة مبتدعين يذمون الصحابة ويطعنون فيهم. المسائل دي لا نزاع فيها، فهم متفقون على بدعة من يفعل ذلك، وأيضا متفقون الأئمة كلهم على بدعة اتخاذ القبور مساجد، ولا يعتد بالمخالفات من المتأخرين. في بقى تقسيم تاني للبدع باعتبارها مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة هتنقسم إلى بدع مكفرة نوعا وعينا، وبدع يكفر من يعني يكفر النوع ولا يكفر المعين، لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة فتحتاج إلى إقامة الحجة. ضابط البدعة المكفرة: من أنكر مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ انتشر علمه بين الناس من جحود مفروض او فرض ما لم يفرض، او احلال محرم او تحريم حلال، او اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه بنفي او اثبات. يعني لو قلنا في زماننا ده بدعة مساواة الاديان وتصحيح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، دي بدعة هم أصحابها بيقولوا ده الدين. هي بدعة مكفرة نوعا وعينا. ليه كده؟ علشان هذه المسألة محمد رسول الله مسألة معلومة بالدين بالضرورة عند الكفر مش عند المسلمين. ماشي، إن المسلمين بيقولوا محمد رسول الله وبيكفروا اللي يخالف كده، ويكفروا اللي خالف القرآن، اللي يقول القرآن ما نؤمنش بيه مفيش ما يعني يكفروا. فهذا الأمر، من قال بأن من كذب القرآن وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد غير الله مؤمن وأنه يدخل الجنة وقد بلغته الحجة الرسالية، يبقى هو نفسه كافر نوعا وعينا. لو واحد قال لنا علي جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم 7 شدادا، علي مدبر الأفلاك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نقول له إيه ده؟ ده واحد بيجيب الآيات القرآن اللي هو عارفها
ويحطها بدل ما ربنا يجعلها لمين؟ علي. اللي يقول ان علي هو الله، اللي يقول ان في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دول مخالفين للمعلومه من الدين بالضروره. ماشي كده، البابيه والبهائيه والقديانيه والعلويين اللي هم بيقولوا بالهيت علي. طيب في مسائل تانية، اللي بيقولوا القرآن مخلوق، هي المسألة دي زي مسألة محمد رسول الله؟ هي مقطوع بيها ومجمع عليها وأهل العلم متواتر عندهم، لكن مش عامة الناس اللي ماشية في الشارع. يعني وانت نازل كده بأسأل الناس اللي ماشية في الشارع كده، قول لهم القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ هيعرفوا؟ بتاع الفجر بتاع الجرجير تقول له محمد رسول الله، او تقول له لا اله الا الله، يقول لك محمد رسول الله، مش كده؟ كل الناس عارفه دي. اللي يخالف المعلومه من الدين بالضروره يبقى ايه؟ كافر. اما اللي قال لا انكر صفات الله، احنا كده الامام احمد رحمه الله لما قال ان من قال ان القران مخلوق فهو كافر، فقالوا له طب نخرج على السلطان؟ قال امير المؤمنين. الله، امير المؤمنين ازاي؟ ايوه، لانه فرق بين النوع والايه؟ والعين، عشان البدعه دي بدعه دون تلك البدعه. فهذا الامر يفرق فيه بين من انتشر العلم به وبين ما لم ينتشر العلم به. فما لم ينتشر العلم به لا يكفر من انكره او خالفه حتى تقام عليه الحجه. عشان كده بيقول المجمع عليه قسمين، قسم مقطوع به عند كل المسلمين منتشر العلم به ومجمع عليه عند العلماء. الاولاني اللي خلفه يكفر، الثاني اللي خلفه ايه؟ يضلل ويبدع. لو واحد قال وما الكلب والخنزير الا الى هنا، يبقى خرجنا المله قطعا ويقينا. لو واحد قال ان مثلا بتاع ده الامام البخاري ده مليان احاديث ضعيفه، مش زي اللي قال القران مليان غلط، صح كده؟ ده ضال والتاني كافر. لو جه واحد قال احنا احسن حاجه عشان الحج ما يبقاش زحمه نوزع الحج على ايه؟ شهور السنه كلها، ونعمل موقف في كل بلد. ده معلومه دين بالضروره على فكره، ان الحج بيجي امتى؟ في شهر ذي الحجه. فهذا الامر في امور عمليه او في امور ايه؟ اعتقاديه. الاثنين اذا انتشر العلم بها كان ذلك معلومه دي بالضروره اللي خليفه يكفر. لو واحد قال بدل ما نقف على عرفه نقف احنا في مصر على المقطم، ولا نقف على جبل بتاع الشاذلي، بدل عرفه، وان الحج هناك بسبع حجات. لو في ناس جاهله ما يعرفوش نعلمهم، لكن بعد ذلك خلاص الموضوع منتهي. عشان كده بقول بدع الخوارج والروافض والمعتزله والقدريه والجبريه، دول كلهم عند جمهور العلماء من فرق الامه. ليه؟ لان المسائل اللي خالفوا فيها ما هياش بالشهره بتاعت المسائل اللي خالف فيها غلاة القدريه اللي بيقولوا ما فيش قدر وان الامر انف وان ربنا لا يعلم الاشياء، او اللي يقول ان الصلاه مش فرض، او اللي يقول ان علي هو الله، او الحاكم بامر الله هو الله، يبقى دول. وكذلك اللي يقولوا ان الزنا مش حرام والخمره مش حرام، دول خارجين من المله. لكن الفرق اللي قلنا عليها دي هي اقوالهم كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الايه؟ الحجه. فنفرق بين النوع والعين. طب ده القسم المكفر من البدع. القسم الذي لا يكفر هو البدع التي هي مخالفه بالتاكيد للادله، ولكن لا تصل الى تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول من هذه البدع لا يلزم منه تكذيب بالكتاب والسنة، كبدع المروانية ان هم جمعوا الناس زي ما قلنا على رفع الايدي في الايه؟ في الجمعة، وسب آل البيت.
طعن في آل البيت، هذه بدعة عظيمة. الصلاة قبل الخطبة، الخطبة قبل الصلاة، يخطب قبل ما يصلي العيد، تأخيرهم الصلوات عن وقتها، يقعد يخطب بيهم من الجمعة لغاية قبل المغرب، وبعدين يقوم يصلي الجمعة ويصلوا العصر، يلحقوه ما لحقوش، يعني هيلحقوه بالعافية. فمثل هذا من البدع بلا شك. كل ده تخطب تقول ايه؟ سبحان الله. نقول البدع غير المكفرة، قلنا بدع المروانية مثلا، زي قلنا رفع اليدين في المنبر، عمار بن رويبة رؤيا بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال قبح الله هاتين يدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وبدع سب الصحابة رضي الله عنهم عن عامر بن سعد أن سعدا رأى الجماعة عكوفا على رجل، لا أنس من المؤمنين سعد بن أبي وقاص، فأدخل رأسه بين اثنين، بيقولوا إيه، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال أدعو عليك، فقال الرجل تتهددني كأنك نبي، وانت نبي يعني ولا أخاف منك يعني، فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعبرة. قال فخرجت بختية مادة، بختية الإبل البختية دي عظيمة السنام كده، نادة يعني هربانة، ندت من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف الناس، بين اجتماعات، فتفرق فافترق الناس جهيجة، فأخذته بين قوائمها لم تزل تتخبطه حتى مات. قال فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد، يجروا وراء يقولون استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، من كرامات سعد بن أبي وقاص واستجاب الدعاء. الغرض المقصود أن هذه البدع، بنتكلم على بدع غير مكفرة، وللعلم يعني أئمة أهل السنة مع كونهم ينكرون بدعة التأويل والتفويض الذي هو تفويض في المعنى، وينكرون بدع الأشاعرة في مسائل الإيمان وفي مسائل القدر، إلا أني لا أعلم أحدا من أئمة العلم المقبولين كفر الأشاعرة، لكنهم يرونهم أهل بدعة لكن دون أن يكفرهم، لم يكن يكفرهم إلا بعض الغلاة الذين عندهم من الغلو ما يزيد على بدعة الأشاعر. يعني لو قلنا الهروي كان يكفر الأشاعر، طب الهروي معلش يعني اللي ابن القيم يسميه شيخ الإسلام، عنده هو ألفاظ مكفرة أكثر من بتاعة الإيه؟ الأشاعر. ثم إن لا نكفر بلازم القول، أهل السنة لا يكفرون بلازم القول، يعني هيقولوا يلزم من قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا محايث ولا مباين، ده كلام الأشاعرة عن الله عز وجل، يقول يلزم منه أنه العدم، أو يلزم منه أنه هو نفس العالم، يبقى حلولية، لا هم بيقولوا كده ولا بيقولوا كده، يبقى إذا نحن لا نكفر باللازم، يلزم من كلامهم كان كفر، لكن إحنا لا نكفر باللازم اللي هم ما التزموش به، يلزم من قول من يقول أن الإيمان هو المعرفة إيمان إبليس وإيمان فرعون، عشان ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإبليس
بعد ما كفر قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يقول ربي وخلقتني من نار وخلقته من طين وفي يوم يبعثون، ولما دعا دعا ربنا ما دعاش غيره. بس هم بيلتزموش ان ابليس مؤمن، معنى كده اللي قال ايمان هو المعرفة بيلزموا ان ابليس مؤمن وان فرعون مؤمن. طب هم التزموش الكلام ده؟ قالوا لا الكلام ده غلط، احنا بقولش كده. التزموا التناقض، ردوا بشبهات تانية اي حاجة، لكن لم يكن ذلك ايه، لم يكن ذلك اللازم قولهم. ما قالوش ان ده ان هنقول كده فهذا هؤلاء لا يكفروا. هو من فرق الأمة، من أهل القبلة، من الفرق المنحرفة الضالة، لكن ليسوا من الخارج من الملة. عشان كده لما نسأل على الأشاعرة نقول إنهم من أهل الإيه؟ القبلة، لا من أهل السنة. معنى كده؟ يعني الذي لا شك فيه عشان خلفه، وإن كانوا هما من أهل السنة في بعض المسائل. يعني هما وافقوا أهل السنة في قضية الإمامة والصحابة، يتردون عن الصحابة ويقولون أن الأئمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هم أهل سنة مش شيعة؟ أهل سنة في دي عندهم إيمان بالخبريات اللي بيسموها السمعيات، يعني بيؤمنوا بعذاب القبر، بيؤمنوا بالحوض والصراط والشفاء والميزان والشفاعة، بيؤمنوا بالحاجات دي. يبقى وافقوا أهل السنة في ذلك خلافا للمعتزلة. المعتزلة بيقولوا ما فيش ايه، لا شفاعة ولا عذاب قبر ولا اشياء ولا موازنة، لا مرتكب الكبيرة المخلد في النار، هما بيقولوش كده. فعشان كده بنقول ان هناك ايه فرق بين هؤلاء وبين غيرهم. المعتزلة والجهمية والروافض هناك من كفرهم بالعموم، كلهم كفر، يجعلهم كلهم بره 72 فرقة، وجمهور علماء الأمة يقول أنهم داخل فرق الأمة. تنقسم البدع أيضا إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. والصح نقسمها الأول بدع في العقائد اللي هي في الأصول الأربعة اللي قلنا عليهم، والأصول الأربعة دول هنلاقي أهل السنة في النص ونلاقي ناس في الطرف ده وناس في الطرف ده، قلناها دلوقتي. في بدع في العبادات زي التعبد بآلات اللهو والرقص والتصفيق والغناء وأنواع المعازف. يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، بس في الآخر يقولوا يا حبيبي ايه يا رسول الله، هنقول الكلام ده وقاعدين يضربوا بالدف والمعازف والموسيقى، والناس عمالة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمزيكا والعياذ بالله. طبعا في حاجات كتيرة جدا الصوفية بيعملوها ويرون ذلك ايه من افضل العبادات. الغزالي بيرى ان السماع افضل من سماع القرآن. ليه؟ بيقرب القلب بسرعة. بدع قطعا ويقينا، بدعة لا شك في ذلك، ان الانشاد يبقى اكثر قربا والعياذ بالله. وفي بدع العبادات ايضا في اللي هي فيها بدع اصليه او حقيقيه وبدع اضافيه. اضافيه يعني بالاضافه الى كيفياتها، بس هي اصلها مشروع. يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه، افضل صلاه هي الصلاه التي نقولها في اخر بعد التشهد. احد يقول لك الصلاه الناريه، الصلاه الناريه دي ايه سميت ناريه؟ بيقول لك لانها ايه، لانها تطفئ نار الفتنه في القلب. ايه دي بقى؟ دي صيغه هو اخترعها، ماشي كده. وصلاه الفتح بتاعت الطريقه التيجانيه مش صلاه الفتح. الفاتح دي عندهم يقول لك الفاتح لما اغلق، ويقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لما اغلق سبع مش عارف سبع مرات. انت ده واحد بيبتدع في هذا رغم ان اصل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ايه مشروعه. طبعا ممكن تتضمن الصلوات دي بدع حقيقية زي ايه؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله يا اول خلق الله. جبتها منين؟ ده هو اهل السنة مختلفين ان اول خلق الله يا القلم يا العرش يا الماء، مش كده؟ لكن مش الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهتتضمن ممكن بدعة حقيقية. ومن البدعة الحقيقية أيضا الذكر باللفظ المبهم، هو هو هو، وهو دي كل واحد يفكر في هو اللي بتاعه هو، هو كل واحد. عشان كده كان جلال الدين الرومي يقولوا هذا القبر صالح لجميع الملل، القبر بتاعه صالح لجميع الملل، يجي عنده اليهود والنصارى والمسلمين ما فيش مشاكل، زي ما كان بيحضر الدرس بتاعه والرأس اليهود والنصارى والمسلمين، والجنازة بتاعته حضرها اليهود والنصارى والمسلمين. يبقى دول بتوع ايه؟ بتوع الدين الابراهيمي المحرم بتاع اليومين دول. عشان كده مبسوطين قوي بجلال الدين الرومي، كان يقعدهم ايه؟ الناس مالهاش دعوه ولا بصلواتهم ولا بتاعتهم، يجوا يحضروا الجلسه بتاعته والكل يبدا يرقص، اسمه الرقاصين الدواره. حتى تلاقي بتاعتهم ايه؟ جونيلا كده، ايه؟ بيلفوا بيها، يفضل يلف يلف يلف. ودي بقى عندهم بقى من الكرامات، ان يقعد يلف مثلا ربع ساعه وما يقعش، انا ما اعرفش يقعد قد ايه بقى. المهم ان هم كلهم يهود ونصارى ومسلمين يقعدوا ايه؟ يدوروا الرقاصين الدواره، ويقرم المثنوي المعنوي الاشعار بتاعته بتاعت اللغه الفارسيه دي، ويبقى الناس كلها مبسوطه، ويقول لك نافع لجميع ده. ولذلك لما يقولوا هو، هيقول هو على مين؟ كل واحد على الهه هو، والعياذ بالله. يعني ايضا من البدع الاضافيه الذكر باللفظ المفرد، الله الله الله، المبهم اللي هو الضمير حقيقية دي. الذكر باللفظ المفرد ايضا من البدع الحقيقية، لان ما وردتش خالص. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الله الله، لطيف 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 لطيف، حميد 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 حميد، كام؟ 1111. الله حي سعد جاي. لا، الله حي دي جملة، كويس كده؟ سعد جاي مش مشكلة بقى، انا بس انا بتكلم دي بقى اللي بتبقى اضافية. يعني هيقولوا ايه؟ سبحان الله 1111 او 658. هي سبحان الله دي وردة؟ قطعا وردة، تسبيح بخلاف يا لطيف 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 يا لطيف. سبحان الله وردة، ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، اللهم صل على محمد، بس لما يحدد لها عدد ووقت وكيفية معينة، حبة يقولوا كده وحبة يقولوا كده، يعملوا كورال مثلا، ده هيبقى بدع ايه؟ إضافية. البدع دي منها ما هو متفق عليه، مش انه كل البدع الإضافية ليس متفقا عليها او انها كلها خلاف سائر، لا، ليس كلها خلاف سائر. زعم انها خلاف سائر خلت الناس تدخل فيها البدع الحقيقية، وترتب على ذلك أنواع المنكرات، نسأل الله العافية. الفرق بقولنا بالبدع الحقيقية ليس لها أصل في الشرع، كل البدع الاعتقادية كلها إيه؟ ليس لها أصل في الشرع، ده بيتعبد بضد الشرع، لأن الشرع جاء لنا بالتفصيل التام في أسماء الله وصفاته، يبقى ده بيتعبد بنفي الصفات. التاني بيتعبد بتشبيه الصفات بصفات المخلوقين. واحد بيتعبد بنفي القدر، واحد بيتعبد بالقول بالجبر. هم دول ضد بعض وضد الشريعه. فدي لا اصل لها في الايه؟ في الشرع. العقائد كلها حقيقيه. العقائد كلها حقيقيه. ماشي كده؟ مليان بدع حقيقيه. اقول لكم ضمن الاوراد لمتضمنة بدعة حقيقية، مش عشان يقول لك ده، جميع أوراد الطريقة الشاذلية متضمنة لدعاء اللهم انشلني من أوحال التوحيد، من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة. يبقى التوحيد أوحال، ده كلام كفر. مفيش على فكرة طريقة شاذلية إلا والأمر ده لازم يكون موجود عندها. انا الاقي كده ناس بيقولوا كده، اقول له وريني الكتاب، الاقي مش عارف ايه الشاذوليه في الاخر، افتح الاقي بتاع دي مرات عديده. طب المولد 12 ربيع دي بدعه حقيقيه ولا اضافيه؟ لا،
إضافية ليه؟ إضافية ليه؟ لا لا أنا بتكلم على إن دي لها أصل ولا ملاش أصل. إحنا قلنا سبحان الله لها أصل ماشي. إيه هي اللي لها أصل في الدين بقى؟ لا لا ده يبقى دلوقتي لو أنا غيرته ل 12 ربيع يبقى في الحقيقة ده بدعة حقيقية. واخبر هذا 27 رجب ملوش أصل برضو. إن الليلة اللي اليوم ده أو الليلة دي فاضلة كل سنة، وكذلك 12 ربيع فاضل كل سنة. هل لها فضل كل سنة؟ لأن ده اخترعتوا الكلام ده، ده انتوا حرفتوها من أصل صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكل الحلوى يوم الثاني عشر من ربيع كل سنة. يبقى هذا الكلام من البدع الحقيقية. لو قلنا بقى الناس الاحتفال بيه بدعة حقيقية، لو قال لك أنا حصوم يوم 12 ربيع هقول له الصيام مشروع له أصل بس تخصصه 12 ربيع يبقى إيه؟ إضافية. لكن لو تقول له إن أنا هاكل لازم يا لحمة يا فراخ في اليوم ده يبقى يوم عيد مش كده؟ يبقى دي بدعة حقيقية. من البدع الإضافية قراءة الأذكار جماعة. الأصل إن أنا بقول الأذكار المشروعة مش كده؟ بس تجتمع عليها تبقى بدعة إيه؟ إضافية. اجتماع طائفة على الذكر بأعداد معينة. على فكرة حتى لو قالها شيخ الإسلام يعني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 40 مرة قبل صلاة الفجر بعد أداء السنة كل يوم هيستنير القلب فيها، هذه بدعة. بدعة ايه؟ اضافية. حتى لو قالها شيخ الاسلام، ايوه حتى لو قالها شيخ الاسلام، لان احنا عندنا الاصل ان احنا لا نحدث في هذا الدين ما ليس منه. اجتماع على قراءة سورة الكهف فجر الجمعة. الاجتماع على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يعني كل واحد يقرأ ربع هيبقى بدعة اضافية، لان سورة الكهف لها ايه؟ اصل. طب هسألكم سؤال ونشوف. واحد هيتعبد لله بترك أكل اللحم، واحد هيتعبد لله بأن يقف ولا يقعد ويقف في الشمس ولا يستظل، بده حقيقية. إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه مش كده؟ لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. كله بدا ثلاثة بدا حقيقية. فالسكوت ليس عبادة مطلقة، يشرع السكوت عن اللغو والكلام الباطل، ويشرع السكوت عن الكلام العام في الصلاة، فهذه عبادات في وقت معين، لكن أن تتعبد بها مطلقا يطلع بدا حقيقية. عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء وأربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. قال أمر الله بوفاء النذر ونهى أن تصوم يوم النحر فلم يزد عليه. ابن عمر توقف في المسألة، لكن قطعا ويقينا يجب عليه أن يفطر باتفاق العلماء، وعليه كفارة يمين على الراجح من أقوال العلماء. نقف بقى في صفحة 140 وربنا يسهل لنا الحال.